هذه فيها رد على الناس اللي يقول لك احنا نتبعوا غير القران ما تعرفوش بالحديث. لازم تجيب لي قران برك، جيب لي غير قران برك، اعطيني ايه باللي الغنى حرام، ما تقوليش احاديث ولا ما تعرفش بالاحاديث. اللي ما يعترفش بالاحاديث كافر باجماع المسلمين. اللي ما يعترفش بالاحاديث كافر باجماع المسلمين، كافر ليس بمسلم. لما ليسمون الان بالقرانيين، وهذوما فئه راهي ظاهره حتى كاينه موجوده حتى في بلادنا هذه الفئه، والحمد لله ان احنا السلطات تاعنا تجرم هذه الفرقه، جرمهم الفرقه هذوما بالنسبه لنا غير قانونيه. يعني هذه الفئه هذه راهي كي الشيعه وكي الاحمديه، الحمد لله انهم غير معترف بهم في بلادنا، وان الانسان القراني في بلادنا يعتبر مجرم بنص القانون. وكاين فئات الان، اسمعوني مليحه، كاين فئات واحيانا في تحت ظل بعض الجمعيات التي تعتني بالدورات في القران الكريم تحت ما يسمى بالتدبر، دوره في التدبر، ماشي كامل، لا ماشي كامل، باش ماشي اللي يسمعني يقول لك علينا ولا كاين البعض يدير لك دوره في تدبر القران الكريم، وكي تروح انت تسمع واش تلقاهم يقول لك هذا القران تدبر القران ولازم ندبر القران، والقران فيه كلش وكامل وما يخص والو وما يحتاجش الى حتى واحد. ايه ربي اللي قال له للنبي عليه الصلاه والسلام لتبين للناس ما نزل اليه. ربي قال للرسول عليه الصلاه والسلام قالوا نزلنا لك هذا الكتاب القران الكريم باش تبين للناس واش نزلنا لك. هو يشرح لنا القران الرسول عليه الصلاه والسلام، هو يبين لنا القران الكريم. ولهذا يقول لك اسهل رد، اسهل رد، اسهل رد، اسهل فرقه واسهل انسان تقدر تناقشه هو القراني. واحد يجيك يقول لك انا نعترف غير بالحديث. قل له تصلي؟ قل لك نصلي. قل له توضا؟ قل لك نتوضا. ياك تصلي بالوضوء ماشي راك تكلخ ولا تصلي بالوضوء. نسالك سؤال برك حاجه. شحال الظهر؟ 4 ركعات ياك تصلي معانا كيما المسلمين كامل 4 ركعات، خاطش على بالك اللي يعتقد ان الظهر غير 4 ركعات كافر، واللي يعتقد غير العصر 4 ركعات كافر. هذا شيء معلوم من الدين بالضروره، هذا ماشي حاجه تاع لعب. اذا يقول لك انا نصلي 4 ركعات، قول له مين جبتها 4 ركعات برك؟ منين جبتها؟ يقول لي هو القران يحكي لك، كاين 4 ركعات؟ عندك 4 ركعات في القران؟ عندك باللي 5 صلوات في اليوم والليله هنا كاينه في القران؟ ما كاش. الوضوء منين جبتوا الوضوء؟ ممكن ماشي النبي عليه الصلاه هو اللي اعطانا التفصيل، المضمضه والاستنشاق موجوده في القران ماشي موجوده. يعني غسل اليدين الى المرفق الى الرسغين الكفين يعني موجوده مش موجوده؟ ما كاينش هادو، ما كاينش. شكون اللي يعلمهم لنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. السنه هادو لازم السنه هما تعلمهم. الحج، الحج والعمره، تعرف انت الشوطه 7 اشواط في السعي ولا في الطواف عندك في القران؟ ما كاينش. كاين اللي يطوفوا بالبيت العتيق وخلاص. شكون قال لك 7؟ شكون قال لك 7؟ من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ما كاينش ناس سهلين. انت تكون عمرك في حياتك ما قريت، ويجيك واحد يقول لك انا نعترف غير بالقران، اضربه غير بهذه برك. قول له انا إلا قال لك ما نصليش وما نحجش وكذا، قول له أنت من الناس اللي ما نصلوش عليهم حنا. قول له أنت من الكفار. هذا راه كافر اللي ما يصليش، يقول لك أنا ما اعترفش باللي الصلاة واجبة، وما نعترفش بالحج، وما هذا راه كافر بإجماع المذاهب كلها. ما فيش نقاش هذا الإنسان. إلا قال لك أنا نصلي معاكم وكذا، قول له حبيت نسألك برك هذوما من جبتهم؟ الصلاة والصيام، كيفاش تعلمتهم هذوما؟ منين جاوك هذه الأشياء هذه؟ إذن لابد من بيان ان القران هذا وحي والحديث وحي. الحديث وحي كله 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 بالتواتر بالمشهور بالاحاد كله بالغريب كله، ما دام صح السند فهو يثبت لنا العقائد والاحكام، كل شيء يثبت لنا. ولهذا الان الضرب في الحديث الان كل خطره يخرجوا لنا حاجه، خطره ابو هريره، خطره ابن عباس، خطره البخاري، خطره مسلم، عباك راح يديروا لنا؟ راح ينحيوا لنا الدين كامل، يطعنوا لنا في الاحاديث. لهذا احنا لازم يكون عندنا وعي، ماشي اللي تسمعوا يهدر على القران معناتها هذاك انسان. لازم تفهم ان بعض المواقع في الانترنت وبعض القنوات في اليوتيوب وغيرها وبعض الصفحات في الفيسبوك وغيرها، هادو ما ياتون تحت شعار تدبر القران، تفسير القران، بصح تلقاهم هاد الناس يدخل لك واحد الافكار باللي ما نسحقوش الاحاديث. راهي موجوده كثيرا هذه الاشياء هذه، فليكن الانسان في حذر. ربي سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واش معناتها هنا؟ حصر وتأكيد، تأكيد. هذه كيما نأكدوا احنا في لا إله إلا الله، نفي وإثبات، هذه كذلك نفي وإثبات. نفى عنه أن ينطق أنه ينطق عن الهوى،
وأثبت له أن كل ما يخرج من فمه إنما هو وحي من ربه سبحانه وتعالى. إذن هنا هذه الكلمة هذه قبل ما تروح عند كفار قريش لازم تعود تولي لنا احنا هنا عندنا احنا ما نزيدوش نقولوا هذيك الكلمة هذيك تاع الحديث تسمى يجي في المستوى الثاني كما القرآن الحديث حجيته. أما الحديث هذك اللي قالوا كيف تحكم قالوا احكموا فيهم بكتاب الله الموعد من جبل قالوا احكموا فيهم بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف. وحنا كي نقولوا بأن المصادر نتاعنا الدين نتاعنا منين نجيبوه ما نقولوش نحوسوا في القرآن ومن بعد نزيد نحوسوا في السنة غلطة هذه ما كاش منها. في القرآن والسنة في زوج مع بعضنا عندهم نفس المرتبة عندهم نفس المرتبة في تشريع الكتاب والسنة ماشي معناتها حنا نقولوا القرآن والسنة تعظيما للقرآن لأنه كلام الله والسنة هي وحي كذلك القرآن والحديث مع بعض كيف هذا وحي وهذا وحي ما كاش وحي رقم واحد ووحي في المرتبة الثانية ما كاش الوحي في المرتبة الأولى والوحي في المرتبة الثانية كاين وحي واحد هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم مع بعض نفس المرتبة القرآن والسنة نفس المرتبة وهذه يتناولوها العلماء في قضية النسخ هل القرآن ينسخ هل السنة تنسخ القرآن أم لا قالوا هما في نفس المرتبة هذا وحي القرآن ينسخ بالسنة على لا ينسخ بالسنة ما دام هذا وحي ولذلك احنا اليوم لازم نفهمه بأن القرآن والسنة كيف عندنا نفس المرتبة